جينيسيس كلينيكال بيكتشر دايجنوست بريفنشن تريتمنت. والبريفنشن هنعمل فيه فوكس عالي جدا على الماسكات وانواعها وطرق الوقايه ولبسها، والتريتمنت هنحط فيه التريتمنت بتاع الكوفيد والبوست كوفيد سيمتومز او الكرونيك فاتيك سندروم، ودي تعتبر الى حد ما موضوعات جديده بنتعلمها وبنتطرق اليها، خصوصا والكورونا يعني بدات تخف حدتها وبدانا نشوف توابع المرض وليس المرض ذات نفسه. بداية بنقول سريعا كده ان احنا بنقول ان حكمتين اللي اتلغوا السنة دي اللي هي اطلبوا العلم ولو في الصين وكل الطرق تؤدي الى روما. الصين وروما كانوا اكتر الاماكن الموبوءة في العالم الان، ولكن الحمد لله ربنا ازاح هذه الغمة. وكمان هنعمل بالحكمة اللي هي بتقول stay away from negative people، لا احنا هنبقى stay away from positive people، لان احنا مش عايزين نتعدي من البوزيتيف، احنا عايزين نبقى جنب النيجاتيف. فدي الحكم اللي اتغيرت على مدار هذا العام. الباك جراوند سريعا، احنا عايزين نقول لو كان الراجل الصيني اللي اكتشف النيمونيا اوف انون ايتيولوجي في اخر 2019 ما قال لناش، كان زماننا كلنا دلوقتي بنقول احنا في عندنا دور برد تقيل علينا شويه. لكن عشان هو وضح لنا وقال ان هي بتران ان كلاسترز وبدات تنتشر بعد كده من الصين الى اسيا وافريقيا واوروبا وامريكا، فبدانا ناخد بالنا وسميناها كوف 19 او كورونا فيروس او نوفل كورونا فيروس اللي هو المستجد. والراجل دوت مات بهذا المرض للاسف، ولكن كان بعد ما ابلغ وعرفنا المشكله اللي عند العالم ايه. انترودكشن سريعه. طب الابيديميولوجي، الابيديميولوجي بنقول ان الكورونا فيروس ليس هو الوباء الاول، كان قبليه الاسبانيش انفلونزا، ودي ظهرت 1918 وقتلت تقريبا من 18 الى 50 مليون. وبعد كده ظهر في 2002 السارس، وظهر في 2012 الميرس، ودول ولاد عم مين؟ الكوفيد 19. وبالتالي يبقى الكورونا فيروس مش حاجه جديده، الكورونا فيروس موجود بقاله فتره، خدم في 2003 وخدم في 2013، ويعتبر بالنسبه لي مش مرض جديد. لكن الجديد هو الشراسه في العدوى والشراسه في الصوره اللي بتديها هذه الفيروسات للمريض، والكلينيكال بيكتشر المختلفة والمتراوحة من إنسان ما عندوش حاجة خالص لإنسان عنده كافة المشاكل وعلى شفا الموت ومحطوط على جهاز التنفس الصناعي. دي صورة الإسبانيش إنفلونزا 1918 اللي قتلت تقريبا ما يقارب تلت أو ربع سكان العالم، زي ما ويكيبيديا بتسجل هذا الكلام. يبقى الكوف 19 هو عبارة عن السارس كورونا فيروس أو البريك اللي هو حصل قبل كده في 2002 و2012. ايه اللي اداله هذه الشراسه؟ هو بيقول لك الاول الفيروس دوت، حتى الان لسه الكلام برضو مش دوكيومنتد بالصوره الكافيه، لكن بيقولوا ان الخفافيش هي الريزرفوار ونقلته للبنجلان، والبنجلان دوت اللي هو اكل النمل، البنجلان دوت اكسبه اللي هو السبايك بروتين، والسبايك بروتين ده هو اللي خلاه يقدر يخترق الخلايا ويلتصق بالاس 2 او مستقبلات الخلايا اللي هي بتدخله ويبتدي يتكاثر من خلاله. كويس، يبقى انا دلوقتي بقول لو انا بتكلم على الميكانيزم اوف اكشن لازم اعرف الاول الفيروس ده بيتنقل بايه. طبعا منظمه الصحه العالميه تخبطت في البدايه وقالت ان هو بينتقل بس بالدروبلت، وبعدين رجعوا قالوا لا ده دروبلت وايربورن، ودلوقتي بقى دروبلت وايربورن وكونتاكت، والثلاثه دوكيومنتد والثلاثه معترف بيهم. لكن مينلي هو بالدروبلت، وكلمه دروبلت معناها ان الفيروس يا جماعه بينتقل بالبارتكلز اللي هي بيكون حجمها اكتر من 5 مايكرون ان دايامتر، ده اسمه دروبلت. طب ايربورن اللي هو الاير جينيريتنج بروسيدورز، وده بيبقى على مستوى الدكاتره والتمريض والعمال اللي بيبقوا في الرعايات وفي المستشفيات، بيبقى الفيروس عن طريق الايريسول جينيريتنج بروسيدورز اللي هم بيشتغلوا في الانتيوبيشن والميكانيكال فنتيليشن والساكشن والهاي فلو نيزل كانيولا، ممكن يتنقل لهم عن طريق الايريسول جينيريتنج بروسيدور، او اللي قاعد بيعمل سونار، او اللي بيعمل سي تي، او اللي بيتعامل مع العيان في مسافه قريبه، وعن طريق الايه النفس. الفيروس بالمناسبه حجمه، وكلمه حجمه دي مهمه جدا، حجمه 6 من 100 مايكرون الى 1 من 10 او 14 من 100 مايكرون، فهو حجمه صغير جدا وينتقل بسهوله جدا. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين بيتم التعقيم بالكحول حالا، ويتم التعقيم بالكلور في خلال ربع ساعه، ويتم التعقيم بالتعرض للالترا فايلوت ريز او للهيت. يبقى ده الكونتاكت ترانسميشن، وهو في الشراسه بتاعته ميدوي ما بين الايبولا والميزلز، ف
الترانسميشن، لكن هو في الحقيقه اللي احنا ملاحظينه ان هو هايلي 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 كونتيجيوس او انفكشس ديزيز. وبالتالي هنا نصحنا بقى الاطباء ان احنا بنقول يا جماعه ان نتركب لازم معاك فيديو اسيستد لارينجوسكوبي، لازم يبقى فيه انتيوبيشن بوكس وانت بتركب التيوب، او لازم تكون قاعد على مسافه من بعيد وانت بتعمل اسمار. العنس ماسك والدكتور مش لابس خيبه طبعا، وده بيورينا قد ايه المورتاليتي في الدكاتره كانت عاليه وعندنا على وجه الخصوص، وهقول لحضراتكم ليه لما نوصل لحته الماسك والالتزام بتعليمات الامن والسلام. دي دكتوره هي بتقول لك الشاطره تغزل برجل مش الأحمر، لابسة الماسك هي تبقى عامل بتاع الصنارة وبتعمل موجات فوق الصوتية عشان عرفت إن ده إيرسول جينيريك بروسيدور ممكن يعمل دروبلت ويعمل إيربور. يجي بقى قصة الكونتاكت، إن أنت ابتديت دلوقتي تشوف المرضى دول عندهم جي أي تي سيمتومز، فقال الفيروس ده أنت خدته بإيدك وحطيته في بقك أو التي أريا الإير والنوز والآي، لازم تبعد إيدك عن الكلام دوت لأنه ممكن ينتقل من خلال هذا السطح الملوث إلى إيه؟ إلى جسم الإنسان، وتختلف درجة بقائه على هذه الأسطح من 3 أيام إلى 3 ساعات على حسب هو كان موجود على نحاس ولا على رابر ولا على خشب ولا 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 ولا، وبدأت الأعراض بتاعت الجي أي تي دلوقتي تظهر اكتر من اعراض الريسبيراتوري. الحته دي مهمه قوي، العيان اللي جاي لك بقى بدايريا ومغص وكوليكس ونوزيا وفوميتنج وعنده لوس اوف تيست ولوس اوف سميل، كل الكلام دوت بدا يظهر. كان الاول يقول لك ايه فيفر ودراي كوف وممكن تكون برودكتيف وسور ثروت، لا بدا يظهر معايا الجي اي تي والكونستيتيوشنال مانيفيستيشنز اللي هي البوني اكس والماليز والفيفر. طيب الفيروس ده يا جماعه ار ان ايه فيروس، الفيروس ده ميت ما يستطيعش ان هو يتكاثر الا اذا التصق بجسم حي او خليه حيه عشان الكلام يكون دقيق. الفيروس على سطحه السبايك بروتين اللي خده من البنجولان بيمكنه ان هو ايدنتيفاي السيل، اي سيل لكن على وجه الخصوص الريسبيراتوري تراكت. الريسبيراتوري تراكت بيحبها زي الكلارا سيل وتايب 2 نيموسايت، يروح هذا الفيروس يلتصق بالايس 2 يمسك فيها ويعشق، تروح فتح له الباب يخش الخليه يبتدي يروح لللايزوزايمز يبتدي يسال ايه اللي جواها، تقول له انا جوايا انزايمز، يبتدي يستغل كل هذه الانزايمز ويصنع منها الار ان اي ماتيريال ويركبهم على بعض ويخلق فيروس جديد، وبالتالي تبقى دي الدوره بتاعته عشان يملتبلاي ويتكاثر ويتزايد. مين اشهر خليه زي ما اتفقنا؟ اشهر خليه هي الكلارا سيل والميوكس كوبلت سيل والايه؟ وتايب 2 نيموسايت. اوكي السلايد ده بمليون جنيه، ليه بمليون جنيه؟ هقول لحضرتك لان احنا اللي بيحدد الاوت كام بتاعنا يا جماعه في بدايه اول اربع ايام او خمس ايام ده اسمه فايرال ريسبونس فيز، ده الخش بيخش فيه الفيروس اللي احنا بنسميه انكيوبيشن بيريود، يبتدي يتكاثر ويتجمع، لسه الاعيان ما ظهرتش عليه الاعراض، ده بيسموه ستيج اوف انفكشن ايرلي انفكشن. بعد كده يبتدي الجسم هيرد عليه بغشم ولا هيرد عليه بنوع من التعقل، لو رد عليه بغشم دي هنسميها سايتوكاين ستورم سندروم او سايتوكاين ريليس سندروم، وتبقى عامله زي الدبه اللي قتلت صاحبها. يعني ايه؟ هو عايز يدافع عن نفسه ضد الفيرال لود العالي ده، فبيكون ميني 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 انفلاماتوري سايتوكاينز تاذي الجسم اكتر ما تفيده. احنا عايزين رد الجسم يكون رد معتدل غير مبالغ فيه عشان ما نخشش في مشاكل الايه؟ السايتوكاين ستورم. يبقى انا في عندي ستيج اوف ايرلي انفكشن وعندي ستيج اوف هايبر انفلاميشن اللي هي بتدخلني ليتر اون في الاميون ريسبونس ويدخلني في الاي ار دي اس والشوك والمالتي اورجان فيلير والميكانيكال فنتيليشن والريسبيراتوري فيلير، وعندي الستيج اللي في الوسط اللي هيرد فيها على مهله ويبقى في عندي جاست نيمونيا والدنيا تبقى ماشيه معتدل. يبقى المعركه ما بين حاجتين فايرال لود واميون ريسبونس، وعلى حسب الفايرال لود قد ايه والاميون ريسبونس كان عالي ولا قليل تبتدي الكلينيكال بيكشر تتشكل. لكن اهم حاجه بالنسبه لي ان احنا لا نصل الى السيتوكاين ستورم سندروم ونقول ادركني يا شيبوب والعاصفه بتاعه الايه السيتوكاينز، وهقول لك هندرك شيبوب في الاخر بايه ان شاء الله بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى. طيب كلينيكالي العيان هيجي لك بايه؟ معظم العيانين 80% من العيانين بيجوا باعراض بسيطه وهاديه والحمد لله، وده فضل من عند ربنا. الاعراض ديت بسرعه كده كحه وبلغم ونهجان وسخونيه ووجع في الزور، دي اسمها ريسبيراتوري، وممكن يجيني بفقد حاسه الشم وحاسه التذوق، وممكن يجيني بنوزيا وفوميتنج وابدومينال كوليكس ودايريا، وديت نسميها اعراض الجي اي تي.
15% ممكن يكونوا سيفير و5% ممكن يكونوا كريتيكال، وال 5% الكريتيكال دول هم اللي بيبقوا بيخلونا قلقانين وماسكين ايدينا بقلبنا ومش عارفين هنروح لحد فين وهنوصل للاي سي يو وهنتحط على الفنتليشن ولا لا، ولو اتحطينا هنقوم ولا ما هنقومش. عشان كده الكورونا فيروس او الكوفيد 19 حتى الان لا يزال مرض مرعب، لان انت يو كان نوت بريدكت اتس اوت كام، يعني بالظبط عامل زي المالجننت بيهيفير. ماشي. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين التفرقه ما بين اعراض الانفلونزا والكورونا بتبقى صعبه، وطبعا بعض الناس بتبتدي تهزر بيبقوا الاثنين شكلين شبه التوأم كده وما تقدرش تفرق ما بينهم، يقول لك ادي له كونجستال لو خف بانفلونزا لو مات يبقى كورونا. كل الكلام ده طبعا احنا في الحقيقه عانينا منه في البدايه وما كانش في عندنا قدرة على التفريق، لكن دلوقتي بدأت الانفستيجيشنز تتطور ومعرفتنا بالمرض تزيد فابتدينا نعرف الصورة أكتر. كويس. يبقى الأعراض دي تتمثل من كحة وبلغم وشوية نهجان وترجيع وإسهال إلى فقد حاسة الشم والتذوق إلى إن الألفيولاي تبتدي تتملي بالمية. وانس الألفيولاي بدأت تتملي بالمية بسميها أكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، وبعد كده يوقع لي الضغط فسميها سيبتيك شوك ومالتيبل أورجان فيلير، وبعد كده العيان ألاقيه على فنتليتور وايه محتاج بوزيتيف انوتروبس ومحتاج ريسبيراتوري سبورت. يبقى دي الفول بلوم بيكتشر اللي انا ممكن اتعرض لها. اذا يقول لك اذا الكلينيكال بيكتشر هتعتمد على ايه؟ تقول لي والله هتعتمد بقى العيان ده مايلد ومودريت وسيفير وكريتيكال، او الانكيوبيشن بيريود والبرودرومال والنمونيا وزاوت هايبوكسيا او النمونيا وزايبوكسيا واللي هي يكون فيها السيتوكاين ستورم اللي هي يكون فيها ايه المالتيبل اورجان فيلير والميكانيكال فنتيليشن والكلينيكال بيكتشر اتفقنا عليه. لكن بنقول نقص الاكسجين على وجه الخصوص بيخليني اسب ديفايد العيانين دول اللي هم الكريتيكال الى مايلد ومودريت وسيفير تاني على حسب الديجري اوف اكسجينيشن. باخد البي اي او 2 واقسمه على الاف اي او 2، يعني باخد الارتيريال اوكسجين تنشن واقسمه على الفراكشن اسبيرد اوكسجين كونسنتريشن، اقل من 200 اقل من 300 واعلى من 200 يسموه مايلد، وما بين 200 ل 100 مودريت، واقل من 100 يبقى سيفير، معاه بيب 5 او معهوش بيب 5 كان في البرلين ديفينيشن بتاع 2012 في الاي ار دي اس، وبيب اتشال ما بقاش ليه قيمه دلوقتي في الكيجالي موديفيكيشن اللي اتعمل في 2016، يعني ليس بالضروره ان اللي عنده يكون متوصل على فنتليتور. طيب اذا دي الكلينيكال بيكتشر، يبقى احنا بنقول ده اسمه كوفيد 19، كل واحد يلزم بيته 19 يوم عشان ننقص الانفكتيفيتي تايم ونعمل فلاتنج للكيرف ونخلي العيانين البروجنوز بتاعهم يبقى كويس عشان ما نهجمش على الميديكال سيستم ونقدر ندي خدمه كافيه لعدد المرضى ويبقى متناسب مع عدد السراير. تشخص العنده بايه؟ بالكلينيكال. الكلينيكال بتاعك اللي احنا اتفقنا عليه خلاص مش هنعيده تاني، العيان هتعمل له ايه اول ما يجي لك؟ هتعمل له صوره دم، هتلاقي فيها كاركترستيكالي ليمفوبينيا ومايلد ثرومبوسايتوبينيا وكويتشن مارك. ايه الكويتشن مارك؟ ان ممكن العيان يطلع السي بي سي بتاعته كويس. يعني ايه؟ يعني السي بي سي نوت دايجنوستيك. امال مين اللي بيشخص كلمتين؟ البي سي ار او الهاي ريزولوشن سي تي. السي تي هم اللي بيشخصوا وما يعتبر فالاسيس. طب مين الاوقع؟ الاوقع اللي بيقول شفت بعيني ما حدش قال لي. مين اللي بيقول شفت بعيني؟ الهاي ريزوليوشن سي تي. ولو ان الكلام دوت هيبقى بعض الناس زعلانين منه، هيقول لك البي سي ار هو رقم واحد، اقول لك على عيني وعلى راسي، لكن البي سي ار في من 20 ل 30% فولس نيجاتيف. يبقى الاتش ار سي تي اوقع. تقول لي طب ما الاتش ار سي تي ممكن اعمله ايرلي ان ذا كورس اوف ديزيز ويطلع نورمال، اقول لك اه مفيش حاجه 100% حلوه ومفيش حاجه 100% وحشه، لكن انا هنا بلفت النظر الى ان السي بي سي ايرلي ات مي بي نورمال، واللينفوسايتس ممكن ما يكونش فيه ليمفوبينيا ايرلي ان ذا ديزيز. وخدوا بالكم يا جماعه هذا المرض على وجه الخصوص ان كونتراست تو اول فايرال انفيكشن اللي هم بيعملوا ليمفوسايتوزيس، ده كاركترستيكالي بيعمل ليمفوبينيا. كويس. يبقى اذا انت هتروح للهاي ريزولوشن سي تي ولا هتروح للبي سي ار؟ لا هروح للايه؟ للهاي ريزولوشن سي تي بدايه، وبعد كده ممكن اعمل البي سي ار. البي سي ار بقى على حسب الماده اللي انت هتاخدها وتحلل هتطلع لك البوزيتيفيتي عالي. البي سي ار لو من البرونكو الفر لافاج يطلع لك 93% بوزيتيف. طب ولو من النزل سواب 63%، طب ومن الفرنجيه سواب 32، يبقى احنا بنفضل النزل عن الفرنجيه. بس بي كيرفول ما يكونش العين بتاعك انت ما شخصتوش ووصل ومتوصل على هاي فلو نيزل كانيولا او محطوط على اكسجين، وتقول انا عايز اعمل له نيزل سواب، تعمل له نيزل انجري، واجي بعد كده احطه على اكسجين مش مستحمله، احيانا عالج وبعدين شخص على مهلك.
في الكريتيكال كير في قوانين بتحكمنا، اللي هو ايه؟ عالج العيان وبعدين انفستيجيت، الاستيبل كيس انفستيجيت وبعدين عالج، واحيانا الكريتيكال كير اعمل الاثنين في وقت واحد وما توقفش على حاجه بعينها. كويس قوي. وهنا طبعا بيورينا ان البرونكو الفر لافاج البوزيتيفيتي بتاعه 93% وكاركترستيكال سبيكينج السي بي سي يبقى فيها لينفو بينيا والبال نفس الايه الصوره بيكون فيه لينفو بينيا عشان بيحصل كونسامبشن لايه لهذه السيلز في الدفاع وفي الاميون ريسبونس. وطبعا ده بيورينا ترامب وهو عمال بيمجد في نفسه وبيقول لك ماي تيست واز نيجاتيف اند ات واز سو نيجاتيف ذات ذا دكتورز سيد زي نيفر سو ا نيجاتيف تيست لايك ذات. يعني بيوريك قد ايه امريكا ديت من البلاد اللي هي بتحب تهول وتضخم وتكبر وتعظم من نفسها، واحيانا بيبقى الريسبونس بتاعها اقل مننا. طيب بعض الناس بتتساءل يقول لك دلوقتي في حاجه اسمها كويك تيست نصب، كويك تيست حتى الان او البايوزيك تيست او الرابيد تيست كل ده نصب، هو المفروض البيز بتاعه بيعتمد على ان هو يديتكت الاميونوجلوبولين جي والاميونوجلوبولين ام، لو لقى الجي يبقى دوت عنده كرونيك ديزيز او بقى اميون الاجسام المضاده اتكونت، والام ده بيبقى الاجسام اللي هي اتكونت بس ده في الايرلي انفكشن، يبقى الام هاي سيجنيفاي ايرلي انفكشن والجي هاي سيجنيفاي ليت انفكشن يعني اميونيتي، وده عباره عن بلاد تيست بناخد عينه من الدم من البيبيت وبحطها هنا زي شريط السكر كده، ولازم عشان التيست يبقى كونسيدر فاليد يعلم لي على السي مبدئيا اللي هو الكنترول يطلع بوزيتيف، وبعد كده الام والجي يتعلم على الام او على الجي او على الاثنين مع بعض. والله لو علم لي على الجي والام يبقى عنده بوزيتيف، لو علم لي على الام يبقى بوزيتيف ويز ريسنت انفيكشن، لو على الجي يبقى بوزيتيف ويز اولد انفيكشن. طب لو ما علمش على السي من اصله وعلم على الجي والام ليس له قيمه، لان عشان التست يبقى بوزيتيف او نيجاتيف لازم السي تبقى هي اللي متعلم عليها رقم واحد. طب انت ليه زعلان من التست ده؟ زعلان من التست دوت لان حتى هذه اللحظه محدش قادر يديني فاليديشن عليه. يعني ايه؟ يعني ممكن العيان يطلع الاي جي جي والاي جي ام نيجاتيف والكنترول متعلم عليه والان عنده انفكشن، يبقى انا مش هعترف بيه قوي، والعكس تماما يكون البي سي ار بتاعه بوزيتيف واجي اعمل له التيست يطلع لي الاي جي جي اي جي ام نيجاتيف وبرده مش هعتمد عليه، يبقى حتى الان هو لا يعتمد عليه از رابيد دايجنوستيك تيست. ولو ان بعض الناس بيتكلموا على الراديو اميونو اساي رابيد تيست ممكن يبقى مور سنسيتيف، لكن لسه الكلام دوت لم يتم له فاليديشن. طيب بعض الناس يقول لك حصل لي ري انفكشن يا دكتور والفيروس ده ممكن يعديني تاني، وفي الصين 14% من الريكفرد من الكورونا فيروس ار تيستينج فور ات اجين، يعني هو كان قلب نيجاتيف وبعدين رجع تاني بوزيتيف، واحنا كنا زعلانين قوي من المعلومه ديت وبعد كده اتضح ان التيست بيديتكت الار فيروس اور بارت فروم ذا ار ان اي فيروس، وبالتالي لو احنا قلنا ان الار ان اي بس هو اللي احنا شفناه كجزء منه يبقى العيان فعلا البي سي ار بتاعه بوزيتيف لكن مش ري انفكشن ولا حاجه والعيان مش انفكشس ولا حاجه، وبالتالي ما نبقاش قلقانين ولا نبقى زعلانين. طيب الهاي ريزوليوشن سي تي انت قلت لي كده البي سي ار خلاص اتفقنا عليه، الهاي ريزوليوشن سي تي ممكن يوريني جراوند جلاس اوباستي، ودي مش سبيسيفيك على فكره للكورونا فيروس لكن احنا بنقول في زمن الكوفيد اي جي جي او حتى الان بنعتبرها كورونا انتل بروفد اذروايز، زي ما بنقول دايما في زمن الكوليرا كان اي عيان بيسهل بنعتبره كوليرا الى ان يثبت عكس ذلك. يبقى هنا جي جي او هتبتدي الالفيولاي تتملي بالميه، اتملت تماما بالميه يديني سوليد كونسوليديشن، حصل انترستيشال ايديما يبقى في عندي كريزي بيفنج، يبقى هم دول ثلاث اشهر حاجات ممكن يحصلوا مع بعض وممكن يحصلوا سيكوينشال او ان ايزوليشن او ان كومباينيشن. طيب هنا بقى بيقول لك لو لقيت في افيوجن او لقيت في لينفادينوباسي او لقيت في كافيتيشن ده بيقلل الاحتمال لكن مش شرط ان هو ما يكونش، احنا في عينين كتير جدا دلوقتي شفناهم عندهم فيوجن وجاي لهم كورونا، وفي عينين شفنا عندهم كافيتيشن والريفرسد هالو ساين وكان عندهم كورونا او كان عندهم اسوشيتد سكندري فايرال فانجل انفكشن وهكذا، يعني ما فيش قاعده ثابته لكن في حاجه اسمها كلينيكال وفي حاجه اسمها راديولوجي وفي حاجه اسمها باثولوجي او لاب يعني. طيب اذا يبقى بتوع الكلينيكال بتوع الراديولوجي لازم ياسس معايا بقى في الكلينيكال، ودلوقتي طبعا عشان الديزيز ده هايلي انفكشس بقوا يسيبوا لنا القصه ديت وبقينا احنا اللي بنأسس الكلينيكال وبنقولهم، والكلينيكال كوريليشن بقت كل الناس خايفه منه واحنا اللي تصدينا ليه والدكاتره والتمريض ودكاتره الاشاعه معانا والكل بقى ايه موجود معانا في الصوره. لكن وجود الافيوجن والليمفادينوباسي والكافيتيشن والديستريكت نيديول يقلل احتماليه ان ديت تكون كورونا، يبقى هنا بايلاترال بلورال
جراوند جلاس، باتشي، بريفرنت، ده هاي كونفيدنس. وبهذه الصوره اول ما بشوفه على طول انا بشخص. تقول لي ده انا عملت بي سي ار وطلع نيجاتيف، اقول لك طز. هو انا دلوقتي اللي انا شايفه بعناية ولا البي سي ار اللي ممكن يديني من 20 ل 30% نيجاتيف؟ انا ما بقللش من البي سي ار، لكن عايز اقول اللي بشوفه بعيني اهم بكتير قوي من اللي بتعمل كتيست وممكن يكون فيه فولس بوزيتيف وفولس نيجاتيف. يبقى دي كلها صور، ده ما يميزها باي لاترال، بريفرال، سب بلورال، جراوند جلاس، باتشي ان نيتشر. كويس، يبقى كل دوت بيقول لي. طيب طمني يا دكتور. قال له انا مين صح كده، كلنا بنروح العيادات وبنرجع بيوتنا خايفين وقلقانين، خصوصا الانكيوبيشن بيريود من 4 ل 21 يوم او من 4 ل 14 يوم، فممكن فينا حد يكون لاقط العدوى ومش باين عليه. طيب صححوا اغاليط التاريخ، السي بي سي والال دي اتش والدي دايمر والسيرم فيريتين والسي ار بي نوت دايجنوستيك تولز. امال دول ايه؟ دول بروجنوستيك تولز. يعني ايه؟ ما حدش يقول لي انا عملت سي بي سي وطلعت نورمال فانا ما عنديش كورونا. لا، السي بي سي بتريفلكت السيفيريتي. لما الاقي في سيفير لينفوبينيا مثلا طلع 10% ولا 8%، وبعد كده لما اجي اعيدها الاقيها طلعت 15 و18 و20 و22، اقول لك انت بتتصلح. ال دي اتش نفس الكلام، الدي دايمر نفس الكلام، السيرم فيريتين نفس الكلام، السي ار بي نفس الكلام. معلومه بمليون جنيه، حط تحتها خط لو سمحت. السي ار بي ات از ذا فيرست انفلاماتوري ماركر تو ديكريز ويز تريتمنت. طب ما انا عارف بقى اللي وراه اللي انت يمكن ما تكونش عارف. السيرم فيريتين ذا لاست انفلاماتوري ماركر تو بي كوركتد. تقول لي يعني ايه؟ هقول لك يعني لو سمحت ما تقلقش، لما تعمل الانفلاماتوري ماركرز وتلاقي السيرم فيريتين ستيل هاي، يبقى عندك معلومه ان هو هيقل على مهله بالتدريج، ما تخافش. والدي دايمر هيبقى ريفليكشن للسيفيريتي وهيبقى انديكيشن للانتي كويجوليشن. لو لقيناه اعلى من الالف بستارت ثيرابيوتيك، ولو لقيته اقل من الالف بستارت بروفيلاكتيك. لو كان العام في الاي سي يو بياخدوا انجكشن، ولو كان اوتسايد الاي سي يو في الهوسبيتال ممكن ياخدوا لوم اليكتر ريت هيبرين او ممكن ياخدوا اورال، ولو كان على فنتليتور ياخد هيبرين بلدي عادي لان بيبقى ليه انتي انفلاماتوري وانتي كويجولنت اكتيفيتي. نيجي بقى للتريتمنت. التريتمنت يا جماعه بسرعه كده، المفروض no symptom no treatment no investigation no intervention. عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك في ناس كتير جدا يجي يقول لك انا مخالط لحاله ماشي وما عنديش اي اعراض، شكرا، خليك زي ما انت مخالط ليه، وخليك زي ما انت محتفظ بالبريكوشنز. طب ما اعملش؟ لا ما تعملش. ما اعملش سي سي؟ لا ما تعملش. ما اعملش سيرم فير؟ لا ما تعملش. ما اعملش اتش ار سي تي؟ ما اعملش مسحه؟ لا ما تعملش اي حاجه خالص. no symptom no investigation no treatment. كويس. طب افرض ان العيان بدا يبقى في عنده اعراض، قال لك ابتدي بالهيدروكسكلوريتين، لو في فيفر حط معاك ازيثروميسين او كلاريثروميسين، الاثنين زي بعض يا جماعه؟ اه زي بعض، وانا عن نفسي انا بفضل الكلاريثروميسين عن الازيثروميسين. الاثنين ماكرولايدز وليهم انتي انفلاماتوري وايمينو ميديولاتري وانتي بايوتيك اكتيفيتي، لكن كلمه انتي بايوتيك اكتيفيتي الكلاريثرو يكسب اكتر، لان الازيثرو الريزيستنس ليه اعلى، والازيثرو فيه عيب ان هو ممكن يبقى افكتد بالفود، يعني 50% reduction of bioavailability لو اتاخد على معده مليانه، عشان كده بننصح دايما العيان يتاخد على معده فاضيه. اوكي، جالك العيان بقى وعنده نيمونيا، تسال نفسك سؤال، النيمونيا دي معاها هايبوكسيا ولا معهاش؟ النيمونيا معهاش هايبوكسيا، يبقى انت هتحتاج مع الهيدروكسيكلوريكين اللي هنا فير اللي اسمه كاليترا او اسمه الوفيا، عشان بعض الناس مش عارفين اسمه التجاري في مصر. اسمه التجاري في مصر يا جماعه يا كاليترا يا الوفيا، واسمه لوبينا فير تونا فير، وده عباره عن انتي بروتيز وبيستخدم في علاج الايدز، والدوز بتاعته هو 200 على 50 ملي جرام 2 تابلت كل 12 ساعه، يعني 400 على 100 كل 12 ساعه صبح وليل من 5 ل 10 ايام، والماكسيمم 10 ايام وما بنزودش عن كده. طيب افرض ان العيان كان معاه نيمونيا ويز هايبوكسيا، يبقى هنا ابتدي اكونسيدر هاو تو امبروف اوكسجينيشن وهنحكي عليها مع بعض. طب افرض العيان راح منك بقى على مالتي اورجان فيلير وهايبو تنشن واحتاج ميكانيكال فنتيليشن واحتاج بص فينوتروبس او حاطين بص فينوتروبس، يبقى هنا بقى هتكونسيدر كل ما كان يمكن ان يوضع في الحسبان. هتكونسيدر الانتي انترلوكين 6 اللي هو الاكتمرا او التوسيليزيوماب، وهتكونسيدر هاي دوز من كورتيكوسترويدز والاي في اي جي وكل الحاجات اللي احنا عايزين نقولها. طيب خد بالك بقى. لو كان العيان في النيمونيا اللي هو السيفير او راح للكريتيكال ستيج، يو ار جاستيفايد ان انت تدي انتي فايرال. الانتي فايرال دول زي مين؟ زي الريم دي سيفير. الريم دي سيفير ده عاملاه شركه جليات، وعمالين دلوقتي يبطلوا في جميع انواع الادويه عشان يزقوه. هو دواء حلو، اه حلو، بس هو مش سبيسيفيك انتي فايرال.
يعني ايه؟ يعني ما حدش يبقى فرحان بيه زياده عن اللزوم، وهو ده الوحيد اللي بيتاخد انجكشن بهذه الصوره 200 مللي جرام كل 24 ساعه اول يوم، وبعد كده 100 مللي جرام لمده 9 ايام، يبقى التوتال دوز بتاعته 10 ايام. يبقى ده الريمديسيفير كانتي فايرال بعد مين؟ بعد اللوبينافير وتونافير اللي هو اسمه ايه؟ الكاليتر. طب والفافي بيرافير دوت اللي هو الافيجان مش بنحبه قوي لان الدوز بتاعته غالبا تبقى 1600 مللي جرام، ودي دوز كبيره قوي بتفكرني بالدوز بتاعه الاسبرين اللي هو البارامينوسالسيليك اسيد اللي كنا بنديه في علاج التوبركلوزس، لوتشه كبيره قد كده وبيعمل جاسترايتس وفود انتولرانس والتولرابيلتي بتاعته ما بتبقاش كويسه. 1600 مللي جرام اول يوم وبعد كده 600 مللي جرام، وهو تيراتروجينيك ما بيتاخدش في الحوامل ولا بيتاخد في المرضعات، وحتى بعد ما بتوقفه ما ينفعش تبقى بريجننت الا بعد مرور اكتر من شهر. لان السالسيستين بينصحوا بيه في بعض المرضى بالذات اللي هم بمتوصلين او قبل ما يتوصلوا على ميكانيكال فنتيليشن، لان ليه انتي اوكسيدنت بروبرتيز خصوصا في العيانين دول اللي بيبقى في عندهم سكريشنز كتيره بيساعد كتير قوي. والهيبرين ممكن نديه باي نيبيولايزيشن، ممكن يعمل كونجيوجيشن للاس 2 ريسبتورز، وهذا الكلام استيل محل دراسات. كويس، يهمني على وجه الخصوص في مصر وهكلم متى البلاكوينيل اللي هو بنسميه هيدروكسيكلوروكين، والهيدروكسيكلوروكين قبل كده ان هو بيخلق الفيروس بعد ما يخش الخليه يبتدي اللايزوزايم بتاع الخليه بيقلب البي اتش بتاعتها من اسيديك الكالوتيك، وبالتالي يستغل وانزيم اللايم، يبقى الانزيم مش هيقدر ياخد مش هيقدر يصنع اللي بتاعه الار ان ايه، وبالتالي يبقى هو اندايركت انتي فاير. كمان الهيدروكسيكلوريكين بيسمح بدخول زنك خلية، يعني اسمه ايه؟ فور. الزنك لما بيخش بينهبت الفيرال مالتيبليكيشن لانهبت الار ان ايه دي بتاعته انزيم، وبالتالي الهيدروكسيكلوريكين دواء حلو وجميل.